إنهم كانوا لا يرجون حسابا. يعني إيه؟ كانوا لك إنهم يعني إنهم إنهم يعني تمام؟ يعني كانوا لا يرجون حسابا يعني مش بيعبدوا الله على سبحانه وتعالى. لا دي معناها إيه؟ كانوا لا يرجون حساب. يرجون أنت لما تيجي ترجو حاجة ترجو يعني نفسك فيها صح؟ كانوا لا يرجون يبقى كان مش عايزين حسابا، مش عايزين يتحاسبوا. يعني واحد عايز يعمل حاجات غلط ومش عايز حد يحاسبه عليها، فعشان هم مش عايزين هم مش عايزين يتحاسبوا على الغلط. سرقوا وقتلوا وعملوا حاجات غلط ومش عايزين ايه يتحاسبوا، لكن ربنا بيحاسب كل الناس. بص بابا بص بص قول يا حبيبي. ايه ربنا لو هم حاسبوا عشان هم شاطرين. هم مش شاطرين، مش شاطرين، مش عايزين يتحاسبوا عشان هم مش شاطرين، فهم نفسهم ما يتحاسبوش. لان هم لو اتحاسبوا يا معاذ ايه اللي هيحصل؟ لو حد بيعمل حاجات غلط اتحاسب على الغلط بتاعه اكيد. ايه هيتكافئ ولا هيتعاقب؟ لا هيتعاقب. برافو. يبقى عشان كده هم كانوا لا يرجون حسابا. يبقى اي حد لا يرجو حسابا اكيد هو عمل حاجات ايه وحشه. لكن هو لو واحد نفس عمل حاجات حلوه هيبقى عايز يتحاسب ولا لا؟ لان اللي عمل حاجات حلوه ده الحساب بتاعه هيبقى ايه؟ حلو صح؟ هيخش الجنة. هيخش الجنة. ثواني يا ميكو. والحساب بتاعه وحش هيخش النار. برافو. فأي واحد عمل حاجة غلط مش عايز إيه؟ يتحاسب. وأي واحد عمل حاجة صح؟ هيتحاسب. عايز يتحاسب لأنه عايز يتكافئ بقى. لكن اللي عمل حاجة غلط ده هيتعاقب فمش عايز يتحاسب. فدول كلهم إحنا بنتكلم على ناس في النار والعذاب بتاعهم. فإنهم كانوا لا يرجون حساب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب يلا.